الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنخش على طول على اولى فقرتنا، عمرو الصفتي. حد يفتكر حد اسمه عمرو الصفتي؟ حد يعرف ايه هي قيمة عمرو الصفتي في الحياة؟ معرفش. لكن عمرو الصفتي بيقدم اوراق اعتماده للعمل في الاعلام. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم اينما كنت، عايز اقولك ان الاعلام دلوقتي والعمل والظهور اعلاميا اصبح قاصر على انك او مؤهلاتك عشان تكون اعلامي او تظهر كضيف في اي برنامج في الاعلام المصري الرياضي، انك تتجاوز في حق النادي الاهلي. هي دي كل مؤهلاتك، مش لازم تكون بتعرف تقرا ولا تكتب، لا 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 لا، ولا لازم تكون من انت لبق، ما مش مشكله لبق وبتاع ايه، اهم حاجه ان ولا حسن المظهر ولا حسن الصوره ولا حسن السمعه ولا حسن مصطفى ولا اي حاجه خالص، اهم حاجه تكون بتعرف تشتم او تتجاوز، او يعني ابسط المؤهلات بقى قصف الجبهات. تعال انت في سكة احمد عيد والناس دي، هتلاقي نفسك بتطلع على قناة الزمالك، تبدأ كده من اول السلم على قناة الزمالك ثم قناة اون وهكذا. فلاقى عمرو الصفتي قال لك ايه، تحس ان تصريحات كهربا وتصرفات كهربا لايقة على اخلاق ومبادئ النادي الاهلي. انا قبل ما رد على عمرو الصفتي، انا بنصح قناة اون تايم سبورت انها تحط عينها على عمرو الصفتي، خدوه طلعوه وزوروه ولمعوه في الاعلام عشان يبقى حاجة كده جديدة لانج. يعني الاخ عمرو الصفتي اعتقد ان كهربا اللي حارب وضحى بالملايين عشان خاطر النادي الاهلي هو فعلا يليق بالنادي الاهلي، لكن تصرفاته الحالية هي اللي تليق بالنادي الاهلي. كهربا لما كان بيتف على جمهور نادي، واللي اعتقد انت بتشجع هذا النادي، كان حلوة ليكو وطلعتوا تدافعوا عن التفة الشهيرة بتاعة محمود عبد المنعم كهربا، وقلتوا لا دي مش تفة، الراجل طالع متنرفز بس، فيها ايه يعني لما يتف، يعني فيها ايه؟ خلاص. لما كهربا ضرب مدربه في ناديكو جروس، وده بشهادة رئيس النادي، وقال ان كهربا ضرب جروس على قفاه، طلعتوا دافعتوا على كهربا. واعتقد واحد من اول الناس اللي هتطالب بعودة كهربا لو النادي الاهلي اعلن رحيل كهربا هو عمرو الصفتي، هو عمرو الصفتي. وكل مشجعي نادي الزمالك يتمنوا ويمنوا النفس ان كهربا يرجع، مش لانهم محتاجين بس الكهربا فنيا، لا، هي عامل نفسي في المقام الاول، في عقدة، في شرخ. عارف انت الواحد لما يكون مشروخ، هم مشروخين من جوه، مشروخين شرخ عميق، فعودة كهربا هتعالج هذا الشرخ. عارف انت كده لما يكون في شرخ في جدار ما، وتيجي كده تصب مادة تحطها في الشرخ ده تقفل عليه، عودة كهربا الى النادي المنافس هي بمثابة قفل الشرخ. هم عايزين يسدوا الجرح اللي جواهم. من اللي جرحت احساسها؟ لا مش انا يا بيه، مش انا، ده كهربا هو اللي جرح احساسها واحساس جماهيرها. جه بعد كده قفشة كمل عليهم في 27. فده ردي على الاخ اللذيذ الصفتي. خالد الغندور في فترة من الفترات قعد في البيت وما كانش بيشتغل، وكان بيطلع لايفات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وفترة كده يعني ما كانش لاقي حد يشغله او يطلع معاه، فكان بيطلع يظهر كضيف مع بلاص الشريف، وكان دايما بيكرر جملة واضحة جدا، انا ما بشتغلش لاني مضطهد لاني زملكاوي. وقعد يحكي قصص كبيرة كده قوي 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 سعادتك، يعني انا زملكاوي ومضطهد، وعشان كنت بفتح الباب لمرتضى منصور يخش معايا فانا مضطهد والكلام ده. دلوقتي خالد الغندور الزملكاوي اللي كان بيضطهد لانه زملكاوي، هو ما غيرش انتماء ولا حاجه، لا،
خالد الغندور معمول له برنامج من شركة الدولة، الشركة المملوكة للدولة، معمول له برنامج في قناة الزمالك، مع اتعمل له برنامج في الراديو، واتعمل له برنامج تاني في الراديو، ثم في كلام دلوقتي على ان قناة اون هتعمل له برنامج تاني في اون. ربنا يزيدك ويبارك يا كابتن خالد، والله العظيم انا ما زعلان، ربنا يرزقك اكتر واكتر. لكن هي الفكرة، هل انت ما زلت مضطهد لانك زملكاوي، ولا غيرت انتمائك، ولا انت كنت بتضحك علينا يا كابتن خالد وموضوع الاضطهاد ده فنكوش يعني؟ طيب الاخ خالد الغندور بيقول لك ايه بقى؟ قال لك محمد شريف ما يستحقش يكون اساسي، وكيروش كان عنده حق انه يستبعد محمد شريف. انا عارف ان محمد شريف وحش، فعلا وحش يا جماعه، محمد شريف ده قاسي قوي. محمد شريف اللي خد هداف الدوري برصيد 21 هدف، اللي انت لو عديت عدد اهداف خالد الغندور في الدوري طوال تاريخه مش هيجيبه ال 21 هدف. خالد الغندور شايف ان محمد شريف اللي جاب جنين في ماتش الزمالك السنه اللي فاتت ولسوع فيهم حارس مرمى الزمالك بهدفين مختلفين، واحدة في الضيقة والتانية من بعد ال 18 قرب نص الملعب، بعتها له في النص ما شافهاش، ده ليس لاعبا يستحق ان يكون مهاجم اساسي في النادي الاهلي او في منتخب مصر. وان كارلوس كيروش يا جماعة كان محقا عندما استبعد محمد شريف. اتمنى ان خالد الغندور لما يتكلم عن حد يتكلم عنه فنيا، مش يتكلم عنه نفسيا، لان النفسيه شايله ومعبيه. نفسيه خالد وغير خالد شايله ومعبيه، شايله ومعبيه من شريف، شايله ومعبيه من كهروب، شايله ومعبيه من الواد قفشه يا باشا الواد 19 ده لو على يعني، لو خالد الغندور يطول ان قفشه ده يتمسح باستيكه من التاريخ، او رقم 19 يتشال من الحساب خالص، ويتشال من الارقام والاعداد خالص، والله لا يعملوها. هيعملوها ممكن في الدستور، لو في تعديلات دستوريه ولا حاجه، ممكن خالد الغندور ومن على شاكله خالد الغندور يطلب ان احنا نعدل الارقام ويبقى 18 20 على طول، 18 20 على طول، مفيش 19 دي خالص. طيب عايز بس اقول حاجه بالنسبه لكهربا، عشان برضو الناس اللي بتبخس حق كهربا. كهربا وهو مع الزمالك لعب 5 ماتشات من ماتشات القمة، جاب فيهم هدف، في حين ان اشرف بن شرقي، اشرف بن قلبي، لعب 6 مباريات قمة مع نادي الزمالك، الحمد لله لم يحرز اي هدف في النادي الاهلي. كنت لسه بتكلم عن 19 مباراة القمة ب 19 كاميرا في ماتش يوم الجمعة. لا ده انتوا كده بقى، يعني انتوا قصدينها يعني؟ يعني هو ماتش يوم الجمعة اللي هو 27 وكمان حاطط لي 19 كاميرا؟ لا انتوا كده بصراحة يعني المخرجين والإذاعة والتلفزيون، لا انتوا كده شكلكوا كده جايين في صف النادي الأهلي. واضحة يا بيه، واضحة مؤامرة. فكر بعقل بلية الدلدول وقزمة، دي مؤامرة. ليه 19 كاميرا؟ ليه ما يكونش 18 كاميرا يا بيه؟ ليه ما يكونش 20 كاميرا يا بيه؟ انتوا ليه بتتفاعلوا برقم 19؟ انتوا اهلاوية صح؟ صح؟ انتوا اهلاوية، قولا واحدا انتوا اهلاوية. فكر بعقل المجنون بلية الدلدول قزم الاعلام، اللي للأسف في قطيع ماشي مدلدل من غير عقل خالص، ماحي عقله وماحي تفكيره وماحي منطقه، وماشي مدلدل كده، يذهب الدلدول يمينا يذهب القطيع يمينا، يذهب الدلدول يسارا يذهب القطيع يسارا. فاذا طلع علينا الدلدول قال لك اشمعنى 19 كاميرا ومش عارف ايه، هيطلع القطيع يقول لك مؤامره يا بيه، مؤامره واضحه بيضربوا اعصاب لعبتنا ونفسيات لعبتنا بالرقم 19. لعبة لما تفتكر رقم 19 ويفتكروا ان ده يوم جمعة، هيفتكر على طول القضية ممكن، فاللعبة تسرح في الماتش تلاقي نفسك خسران. هو ده المطلوب اثباته يا بيه. ماشي يا بيه. بالمناسبة من ضمن برضو المؤامرات، محمد نصر الدين هو حكم مباراة القمة. طيب تعال نروح لرضا عبد العال.
رضا عبد العال في تصريحات ليه قبل كده قال لك كارتيرون لو خسر من الأهلي في القمة يوم الجمعة وما تمتش إقالته من اللجنة المؤقتة يوم السبت مرتضى منصور هيرجع وهيمشي. يعني بصريح العبارة كده يعني كارتيرون راحل راحل ماشي ماشي، لو ما جاتش من بتوع الزمالك وما جاتش من حسين لبيب ليبو ليبو الله يا لبيب هتيجي من مرتضى منصور. فتعددت الأسباب والرحيل والهروب واحد بالنسبة لي أديك الفرنسي. عايز أقول لك إن فرح بلكونة وبلية الدلدول وجهان لعملة واحدة في كره وحقد وغل على النادي الأهلي. لأول مرة أعرف إن فرح بلكونة قبل ما تروح تشتغل في قناة النادي المنافس أو قناة تانية اللي هي شغالة برضو مرتبطة بقناة النادي المنافس، أول مرة أعرف إن هي كانت مقدمة في اختبارات لقناة النادي الأهلي وفشلت فشل ذريع في هذه الاختبارات. طبيعي كل السموم اللي بنشوفها وكل الحقد والغل والكره اللي بنشوفه على الشاشة لكل ما هو أهلاوي أصبح طبيعي جدا، لأنها محروقة، لأنها يعني في حالة من الغضب الشديد تجاه النادي الأهلي وكل ما يمثل النادي الأهلي. إزاي ما تاخدوش فرح بلكونة يا بتوع الأهلي؟ قناة النادي الأهلي هي السبب في كره فرح بلكونة لكل ما هو أهلاوي. يا راجل ده فرح بلكونة لحد النهاردة عدت سنة في قناة النادي المنافس طلعت 30 خبر لحد النهاردة إن كهربا ماشي، يعني كل اسبوع بتطلع ان الكهرباء ماشي كهرباء ماشي كهرباء. ما تعرفش كهرباء كمان كان خاطبها ولا ايه ولا في ايه، ما تعرفش يعني، هي محروقه برضو من كهرباء، وكان كهرباء برضو عشان اهلاوي، عشان اهلاوي كل حاجه اهلاويه بتسبب لها تعاسه، اي لون احمر بيعدي قدامها كده بتتجنن. هي زيها زي بلية الدلدول. اوعى تفتكر ان بلية الدلدول ولد بيكره النادي الاهلي، لا والله مفيش حد بيتولد على كره حاجة او حب حاجة، دي حاجات مكتسبة. بلية الدلدول اللي في مرحلة الناشئين ذهب لاختبارات النادي الاهلي على يد والده، والده الراجل المحترم رحمة الله عليه، خده من ايده قال له يا ابني تعالى عايز تلعب كرة، قال له يا بابا تعالى هوديك النادي الاهلي حاجة تليق بيك، تبني مستشار يا بلية لازم يعني حاجة محترمة، فتعالى يا ابني اوديك النادي الاهلي. راح النادي الاهلي، النادي الاهلي شافه ما اقتنعش بامكانياته، وارد جدا، وظلت عقده نفسيه لدى بلية الدلدول زيه وزي فرح بلكونه. الاهلي يرفضني، يرفضني انا ابن المستشار يرفضني؟ طب قولا واحدا بقى، قولا واحدا بجد بجد يا بلية، قولا واحدا انا هفضل اكره النادي الاهلي ده طول حياتي، اي حاجة فيها لون احمر انا هفضل اكرهها طول حياتي، لانهم حرموني من حلم حياتي اني العب في النادي اللي بابا بيشجعه واللي انا بالبديهي كده بشجعه. فبلية الدلدول وفرح بلكونة الاتنين واجهين لعملة واحدة هي الحقد والغل على كل ما هو أهلاوي. في خبر مضحك نزله الكابتن أحمد حسن في صفحته، قال لك كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر مهتم جدا جدا بشيكابالا واستفسر عن شيكابالا ومعجب بفيديوهات لشيكابالا من السنة اللي فاتت، يعني مش من السنة دي، لا هو شاف ماتشات كده لشيكابالا من السنة اللي فاتت، فالراجل منبهر مندهش مزبهل ازاي لاعب في السن ده
يطلع منه كل ده. عيب عليك يا جدع انت، في ايه؟ شيكابالا مين يا ابني؟ شيكابالا مين يا حبيبي يا عينيا؟ شيكابالا بتاعنا؟ قال لك اه شيكابالا. يعني هو ساب محمد مجدي قفشه اللي كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت، واحسن صانع العاب فيك يا مصر وافريقيا ومنتخب مصر اساسي على طول، ساب ده كله وقال لك انا لن انظر للماضي، ده الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك انا راضي، هات شيكابالا ويلا نرتاح، هات شيكابالا نرتاح يا بيه، هات شيكابالا. واحمد حسن بقى ضرب قال لك اما نضرب خبر كمان، ما هو الليله كلها الريتش كله والترند ماشي على مين؟ على شيكابالا. فاطلع اقول النهارده ان مانشستر يونايتد كسب بفضل صاروخيه شيكابالا. ما اي بقى كلمه شيكابالا تتحط في جمله عشان تطلع تظهر في الريتش بتاعك او في الترند بتاعك، واخد بالك؟ حط اسم شيكابالا في اي جمله هتلاقيها وصلت. فانا بسال احمد حسن، يعني الراجل، هل مثلا الراجل بص على شيكابالا السنه اللي فاتت ولا بص عليه من 10 سنين لما كان عنده 19 ولا 26 سنه؟ بص عليه امتى بالظبط؟ وهل هو بص عليه السنه اللي فاتت مع عجبه وما عجبوش قفشه بتاع السنه اللي فاتت؟ ما اعرفش. طيب الماده 97 من اللائحه الماليه للهيئات الرياضيه بتقول وتنص على ان الوزير المختص لديه اتخاذ لكافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئة حال وجود أي من المخالفات المالية التالية: عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم أو من مركز التسوية والتحكيم الرياضي خلال 60 يوم من تاريخ اختارهم بالصيغة التنفيذية. يعني إيه يا فندم؟ يعني مفيش أي إجبار لاتحاد الكورة على تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلا بعد 60 يوم. 60 يوم إمتى؟ لما توصل الصيغة التنفيذية للقرار. لما توصل الصيغة التنفيذية للقرار، يعني لسه وما وصلش، لسه ما وصلش الصيغة التنفيذية، لسه ما وصلش الصيغة التنفيذية، هتوصل بكرة أو بعده بالكتير. هتوصل، عد على إيدك بقى 60 يوم. بعد ال 60 يوم يقدر وزير الشباب والرياضة يتدخل بقوة من أجل رفع الإيقاف عن شيكابالا، اللي هو هيكون وصلنا لشهر يناير، اللي بالمناسبة الإيقاف بتاع شيكابالا هيتشال يوم 25/12. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم، سلام عليكم.